السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة بقى بنات شوكولاتة دبي دي اللي واخدة الترند بقى، ويقال ان الواحدة بتتباع ب 900 جنيه 700 جنيه. احنا طبعا ملناش دعوة بالارقام دي، احنا هنعملها في البيت بمنتهى الاقتصاد. وشايفين الكمية يا بنات، يعني المفروض كنت احطها في صينية اشيك من كده، لكن الكمية كانت كبيرة علشان العيلة كلها تاكل منها بالهنا والعافية. ده ربع كيلو من الكنافة او اقل حاجة بسيطة، اوكي، بفرمها كده في الكبة او قطعها بايدكم قطع صغيرة، وبحط عليها معلقتين من الزبدة، قطعتين من الزبدة. لما نقول حلويات او شوكولاتة يبقى زبدة نوعها فاخر، مفيش زبدة حطوا بقى معلقتين سمنة بلدي وخلاص. بجور عليها في التحميرة شوية على عين البوتاجاز، وبفضل اقلب وبديها التحميرة الحلوة دي علشان يبقى فيها سنة القرمشة. طبعا بجيب بعد كده وهي سخنه صوص البستاشيو او صوص الفستق. العلبه دي ب 120 جنيه، انا نزلت بيها كلها بسم الله، بنزل بيها والكنافه سخنه علشان ما احتاجش ان انا ايه افكها او ادخلها الميكروويف بسم الله. وبديها كده تقليبه كويسه. ودي الحشوه، في ناس بتحط معلقتين طحينه عليها، لكن هي بالصوص الفستق كده لوحديها روعة جدا. عايزين تحطوا معلقة طحينة، معلقتين طحينة، اوكي بسم الله. بعد كده بجيب دول قلبين من الشوكولاتة الخام، بس علشان وقت الفيديو علشان ما طولش عليكم كسرتهم كده، قطعتهم وسيحتهم في الميكروويف او في الفرن ابو كهرباء. ياريت تسيحوها اكتر من كده. انا رجعت تاني دهنت العلبة دي ورجعت تاني سيحتها اكتر من كده. اعملوا ليها احراف وحاولوا ما تكونش تخينة. طيب علشان الشوكولاتة تطلع مية مية وحلوة قوي وطعمها حلو قوي، لازم تختاروا شوكولاتة خام يكون نوعها نظيف. بكسر الشوكولاتة كده بالسكينة وحطها في الحلة زي ما انتم شايفين كده، وادخلها الميكروويف بمعلقتين من الزيت او اربع معالق من الزيت. انا حط قلبين. طيب انا دهنت كده القوالب زي ما انتم شايفين ودخلتها التلاجة. لازم لما تدهنوا القوالب بالشوكولاتة بندخلها التلاجة تجمد، وبعد كده بنزل بصوص البستاشيو مع الكنافة وقطعة الزبدة، وتاني حمروا الكنافة تحميرة حلوة، جروا عليها في التحمير بتاخدوا نتيجة ممتازة. بصوا بقى ابعدوا عن الاطراف، يعني حاولوا كده تبعدوا عن الاطراف علشان يبقى شكلها كده زي الجاهزة وما يطلعش منها الحشو من الجناب. اما احلى حاجة بقى ريحتني وهشوفيني وانا بطلعها دلوقتي، العلب السيليكون دي يعني كانت اكتر من رائعة، كانت ممتازة جدا. بعد كده بقى برضو الشوكولاتة هي لسه سايحة معايا، بدخلها برضو الميكروويف لانها بترجع تجمد. بدخلها الميكروويف وحطيتها كده في قرطاس زي ما انتم شايفين او كيس حلواني، وبحط بقى الطبقة الأخيرة. وخدوا بالكم بقى من الجناب، نزلوا في الجناب علشان الصوص ده يتغطى كده ما بقاش باين، يبقى زي الجاهزة بالظبط. أولي بالسيليكون أنا دورت عليها كتير بالحجم الكبير صراحة ما لقيتش، فهي رائعة جدا كمان في الكاندي بقى في الشوكولاتة، حلوة قوي. تعملوا بيها حتى ممكن تعملوا بيها قوالب ليمون، تعصروا فيها قوالب ليمون وتحطها في الفريزر، جميله جدا. بحط بقى الطبقه كده بالقرطاس زي ما انتم شايفين وبظهر معلقه وبسويها، سهله جدا جدا. وبعد كده بدخلها الثلاجه، يعني يقال انها بيدفع فيها مبالغ كبيره، لكن هي لما بتتعمل في البيت الطعم ولا اروع من كده، وكمان اقتصاديه جدا. وعملنا زي ما انتم شفتوا كميه تكفي عيله بسم الله، زي ما انتم شايفين كده. هسويها برضو بظهر معلقة بعد ما اخلص، وهدخلها التلاجة حوالي ساعة او ساعتين، هي بتتمسك على طول. يعني اختاروا بقى الشوكولاتة الخام يكون نوعها كويس، كسروها وحطوا عليها اربع معالق زيت، لو قالب واحد حطوا عليه معلقتين زيت كبار وخلاص، ودخلوه الميكروويف وكسروه بالسكينة تكسير كده رفيع عشان تنجز معاكم بسم الله. هسويها بقى كده بظهر معلقة وهدخلها التلاجة، وهتشوفوا شكلها بعد ساعة. المفروض كنت أصبر عليها شوية، لكن الولاد كانوا مستعجلين وعايزين يدقوها، يعني هي كانت أنا ده شكلها بعد ساعة، المفروض كنت أسيبها شوية عن كده،
لان الكهرباء كانت بتقطع، والمفروض كنت اسيبها شوية عن كده. بصوا الشكل السيليكون ده بيطلع نفس الرسمة، وحاجة جميلة جدا. الطعم بقى رائع، يعني الطعم ما قلكوش على طعمها، خطير. احلى شوكولاتة دقتها في حياتي، وتستحق انها تاخد ترند صراحة، بس ما تستحقش انها تبقى ب 700 جنيه او 900 جنيه. وحبايبي انا كده خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه، والسلام عليكم ورحمة الله.